مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير فطيري بعجينه الخمس دقائق لرمضان. فطيري كتير كتير رائعه وسهله وبسيطه، وبعجينه كتير سهله بهيدا الشكل الحلو والرائع. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط كوب حليب فاتر، ظرف خميرة أو ملعقة طعام خميرة، ملعقتين طعام سكر، بخلطهم شوي مع بعض. ربع ملعقة طعام بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، نص كوب زيت نباتي. كل المقادير بعيرهم بهذا الفنجان. بحط طحين كوب، اثنين، ثلاثة، حطينا ثلاث اكواب طحين. ممكن تزيدوا شوي اذا طلعت العجينة كتير رخوة حسب نوعية الطحين. هلأ بدنا نعجنهم مع بعض. بعجنهم مع بعض. خلصنا من عجن العجينة، بنحط العجينة بالجات، بغطيها بنايلو، بعد ما غطيناها بالنايلو كمان بحط عليها منشفي للعجينة وبحطها بمكان دافي خمس دقايق فقط لتخمر عنا. بعد ما حطيت العجينة لتخمر، هلأ عنا هون حبة بطاطا مسلوقة بدي أقطعها ودقها منيح. بحط عليها بهار، فلفل أسود، رشة ملح صغيرة، حليب. نعم البطاطا بخليطها منيح لتمزج بالحليب. بهيدي الطريقة بتنعم أفضل. بنحط فوق حبة البطاطا ست معالق طعام حليب. هيدي العجينة بعد مرور خمس دقايق، هلأ بدي شكلها أنا وياكم. بشيل القصم منها. حطينا بالصينية ورقة زبدة، هلأ بحطها بأرض الصينية للعجينة اللي مديناها. بمسح البطاطا، بحطها على جنب وبدي اعمل العجينة التانية لما نحطها من الأعلى. نفس الشيء شلنا قص من العجينة. بنمدها. بعد ما مديت هيدي الطبقة التانية كمان، هلا بحط على هيدي جبنة.
عندي هون جبنة تشيدر وموزاريلا بحطن على البطاطا. ممكن تستعملوا نوع جبنة واحد ما في أي مشكلة، انتوا اللي بتفضلوا بتستعملوا، مهم تكون جبنة بتدوب. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. حطينا الجبنة، هلا بحط الطبقة الثانية من العجينة على الوجه. بشيلها من الصينية برجع بحطها بالصينية بس متى. بنسكرها قد ما فينا منيح. بعملها كمان بهيدي الطريقة على الطرف ضب الحرف. بعد ما عملتها بهيدا الشكل هلا بدهن الوجه بحليب، بيعطي لون كتير حلو ورائع الحليب. بعد ما دهنت الحليب على الوجه هلا بعملها بأصابعي بهيدا الشكل. بحطها بفرن حامي على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هيدي الفطيرة اللي عملتها أنا وياكم لرمضان، إن شاء الله كل رمضان وإنتوا وعيالكم سالمين. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.